يوم من بعد يوم كنكتشفوا على ان الحمد لله مدينه المحمديه المسؤولين ديالها كيف ما نعاود في سبات عميق. الناس ناعسين، عمله المحمديه بان المسؤولين ديالها نائمين، ولا كيجيو عندنا العمله المحمديه باش كيدوزوا على فتره ناقه ولا من اجل السياحه ولا كذا. حنا عندنا عده طلبات في عمله المحمديه، ما كاينش طلب. هذا طالب ذا العربات المجروره كتسول وكتجول في شوارع عمله المحمديه، ما كاينش شي عربه ولا كدور كتبغى داها كيكثروا كيهزوا ستات البلايص سبعه، وحنا الطاكسي محروم من اربعه البلايص. علاش حنا اللي عندنا مصاريف كنخلصوا للدوله، عندنا تامين كنخلصوا مليون و1000 درهم في العام، هاد العربه اش كتستافد منها عمله المحمديه؟ ولا كنزيد نايد بالنسبه للسيد عامل المحمديه، كنحملوا المسؤوليه الكامله بالنسبه لهاد الفوضى اللي طاريه في عمله المحمديه. وشكرا اخويا خالد.